ابو جريشه، اعتقد ان انت واحد من اكتر الناس اللي لعبت ديربي القناه بين المصري والاسماعيلي. ايه اللقاء اللي ما تنساهوش؟ لا، اللقاء بتاع الفاينل بتاع فاينل الدوري 2002. 2002 ده كان ماتش تاريخي طبعا. عمرو جاب جون فينا برضه في اليوم ده، وعمال ومان تو مان وبيلعب على شرفه في الماتش ده. يا عم عمرو الله يهديك، هناخد الدوري مش فايده. وجاب جون فضل ورا الكوره دي لغايه ما جابها جون، اللي كان كورنر وكان طالع بدماغه كده، بيقول لي ما حدش مسكني، طب اعمل ايه؟ بس الحمد لله. ده كان ماتش طبعا ما يتنسيش في طول تاريخ اللقاءات ما بيننا وبين المصري. لكن ما فيش كلام طبعا، احنا بنحترم جمهور بورسعيد جدا، وبنحب دايما اللقاءات ما بيننا وبينهم سواء في بورسعيد او في اسماعيليه لما كنا بنلعب في بورسعيد يعني. وكانت لقاءاتنا دايما فيها نديه من ايام الجيل اللي قبلنا، من ايام كابتن حازم الله يرحمه وكابتن عماد سليمان. كنا دايما نحبه طبعا، مصعد نور والبيو والمجموعه الجميله اللي كنا دايما بنستمتع بيها. فدايما المصري والاسماعيلي ماتشاتهم بتبقى ند قوي جدا ومتعه للجماهير سواء في بورسعيد او في اسماعيليه. انا بس زعلان من صلاح عوده لانه ما قالش لينا احنا الاثنين كل سنه وانتم طيبين. لا قال الاول، لا كل سنه وانتم طيبين مش عشان عيد ميلاد ده.